من ضمن الأسئلة بتتعاملوا إزاي مع الطفل اللي بيسرق؟ أنا مدرسة وحصل معايا كذا موقف بس مرضتش أتعامل ومرضتش أعرف أعمل إيه، قلت لازم أخد موقف، لكن لحد ما القلم اللي لسه شارياه ب 3 جنيه اتسرق قدامي وأنا عارفة الطفل ومتأكدة، بس موقفي معاه إزاي؟ أول حاجة نصيحتي إنه عادة الأشخاص اللي ممكن يكون عندهم مشاكل في هذا النوع هي مشاكل سلوكية أكتر منها مشاكل تربوية، بمعنى إن هو عنده سلوك لأما شاف أو جرب حاجة او شاف في فيلم او اي مكان، ولكن هذه المواضيع لازم انها تكون سلوكيه. فعشان نغير ده لازم اولا ان احنا نتكلم مع الطفل بشكل منفصل، ان احنا بعد الدرس ممكن نقول استنى يا مازن، فمازن يستنى، مازن عاوز اقعد معاك وتتكلمي معايا، انا لاحظت كذا كذا كذا، ده طريقه مباشره. او انك ممكن في الحصه تدي لهم قصه صغيره كده، كان في شخص بيسرق الاقلام، الاقلام مع الوقت حصل لها، يعني ادي له قصه كده، الفي قصه وبدون ذكر اسماء، حاولي انك تطلع منها بمورال او بنتيجه علشان توصل له. لو ما وصلش ده حاول نتكلم عليه بطريقه مباشره، ولكن بلاش نلجا الى الام بشكل مباشر، لان ممكن تبقى الام نفسها هي مش واعيه او هتمسكه تضربه او اي مكان، ولكن حاول انك تتكلم معاه في الاول قبل ما تلجاي لاي حاجه. لكن الموضوع استمر ساعتها نتكلم مع والدته، ودايما نقول لها حاول ان تشوفي الابعاد او هو اللي بيعمل كده، مش بس تجيب الوتر او علقه، لان ده مش هيكون الحل الامثل.